ندوة صحفية مستعجلة نفذتها البارحة شركة الخطوط الجوية التونسية تبعا الحادثة تبادل العنف اللي صارت بين طيار وتقنيين وصيب فيها مساعد طيار بكدمات في وجهه، وين أقرت الشركة جملة من الإجراءات أهمها عدم حمل الزي اللي حصل حوله الخلاف بالنسبة للتقنيين في الأيام القادمة إلى حين البت في الموضوع، مع إمكانية عدم صعود التقنيين للطائرة في المستقبل، إضافة لفتح تحقيق في الغرض. دينا زوز قرارات، اللي فما قرار إداري اللي هما تحلت أونكيت في الموضوع هذا اللي كان شكون سبب في التأخير البارح نتاع الرحلة اللي نتاع جدة. وكان نرجع شوية على سير الأحداث، فإنه الخلاف بين الطيارين والتقنيين هو خلاف جديد قديم لكنه وصل الأوجه البارح، الأمر اللي دفع النقابة بتهديد إيقاف الرحلات التونسية وبعد وقت قليل وقفت فعليا التونسير أي رحلة من تونس، باش ترجع بعد وقت قصير وترجع حركة الطيران لطبيعتها. وكل اللي صار هو بسبب تشابه زي الطيارين بالتقنيين. فما إجراءات على متن الطائرة اون كاد ايفاكواسيون، لا قدر الله تصير مشكلة، دونك الباساجي يتبع شكون؟ يتبع الطاقم ولا يتبع السيد هذا اللي هو عنده زي مشابه. اللي صار البارح في مطار تونس قرطاج أحدث حالة من الغضب وخلف نقاط سوداء على صورة التونسير سواء في تونس أو العالم ككل.